بصراحة اليوم كان علينا ضغط، يعني تبين بأن لأن أول مقابلة أمام المسؤولين ديالنا والافتتاح ديال هذه المقابلة أمام فريق اللي ما بغاش يقبل يلعب، فتنظن بأن كان علينا ضغط، يعني كنا حاسين بهذه المسؤولية هذه. تكلمنا مع اللاعبين باش ما نكونوش متسرعين، إلا شفتوا المقابلة يعني دائما تنقلبوا نبحثوا على الأطراف، والحمد لله اللاعبين بكل صراحة طبقوا صبرنا، فجا الهدف ديال اللاعب غونازو، يعني اللي خلى اللاعبين ديال شباب السخنه فرا يخرجوا يقبلوا اللعب. جاونا فرص كما جات فرصه للشباب اطلس خنيفره تقريبا الشوط الاول، واحد ثلاث فرص سانحه، ولكن عارفين بان لادفيرسير يعني صعب، وشفنا النتائج ديالو قبل بالاطور ديالو. يمكن هذه ما نقول انا ما يمكن ما تكون الا بدايه ان شاء الله، لان هذا الملعب هذا تنتمناو يترفع علينا هذا الوباء باش يحج الجماهير ديالنا بكثره. انا تنظن بان هذا الملعب الا كان بالجماهير ديالنا غتكون واحد المسانده ودعم لهاد اللاعبين، وكما قلت هذه بدايه، نتمنى ان شاء الله تكون بدايه المشوار ديالنا، لان تنحسوا بواحد الدفء سيرتو، لان مده ديال سنه ونصف وحنايا مبعدين على الملعب ديالنا صعيب. فهذه كانت بدايه وانطلاقه جيده بالاداء والنتيجه، الحمد لله. يعني هذا غادي يعطينا حافز، يعطينا واحد يعني باش نخدموا بارتياح. والمشكل اللي باقي عندنا الان هو يعني هذيك 20 ليسونس اللي خارجه تقريبا، ماشي الرجاء البني ملال، جميع الفرق، ولكن كاين بعض الفرق اللي استفدت عندها تقريبا واحد 30 ليسونس. حنايا لعبنا تقريبا من المقابله الاولى لدابا ما عندنا غياب ديال ثلاث لاعبين اللي مهمين، فتنظن بان خصنا نلقاو حل. انا ما يمكنش كاينين فرق اللي عندهم لي ليسونس، وتنعرفوا الوضعيه ديال الرجاء بني ملال ماشي وضعيه كارثيه من الناحيه الماليه، فكان يعني حنا خصنا نستافدوا من لي ليسونس اللاعبين الاخرين، لان ما يمكنش لعاب اللي موقع واحد عقد مع الفريق ويعني ولحد الان باقي ما كاينش في لا ليست ولا ما خرجاتش لي ليسونس. فنتمنوا الناس الاخوان لا ديال الجامعه ولا العصبه الاحترافيه ان يلقاو لنا حل كباقي الفرق اللي استفدت من هاد لي ليسونس، وان شاء الله نتمنوا يعني لما تعطينا ان شاء الله يكونوا متاحين لنا جميع اللاعبين اللي موقعين مع رجاء بني ملال. اكيد غيكونوا عندنا اختيارات، لان شفتوا اليوم ما كانوش اختيارات كثيره، كما سبق وذكرت ثلاث لاعبين اللي مهمين، لا ندويو على مصطفى زرزيف ولا اللاعب عندنا المرشيدي وكذلك لاعب اخر، فتنظن بان كانت غتكون عندنا حلول اخرى، ولكن ولله الحمد اللاعبين الحمد لله. انا هذه السنه اللي تنضم الرجاء من ما كاين جروب اللي باغي يحقق نتائج، والحمد لله.